أفادت وزارة النقل واللوجستيك أنه سيتم يوم الاثنين المقبل الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها اليوم، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي سيتم عبر المنصة الإلكترونية مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر نفسه أنه أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن عملية الدعم المقررة ستمنح وفقا للشروط والكيفية المعتمدة بناء على الدعم المقدم في 28 من شتنبر الماضي.